أنا في شيء أنا صدق متضايق من نفسي، اللي هو الفترة هذه ما سويت رياضة أبدا. يعني صار لي فترة موقف رياضة، لأن جت لي إصابة بسيطة لعبت فيها كرة، جتني إصابة بسيطة وهملت الموضوع وقفت رياضة، مع أني لازم أسير تقوية وأقوي واتعالج واسوي الامور هذه كلها، فمع انها بسيطة يعني، بس وقفت الرياضة وبنفس الوقت انشغلت، يعني ما عندي وقت. فالشي هذا يضايقني، لان دائما الروتين الرياضة شيء انك تتحرك شوية تسوي شيء حلو اذا دخله في روتينك اليومي. مدليني بس تضحك، ما تعرف السالفة، ما أدري شو تقولي. أقل شيء ساعة واطف تسوي رياضة.